قرى يحتاج الوصول إليها 5 ساعات مشيا على الأقدم. لا مجال هنا لاستعمال السيارة. شروط الحياة تبدو شبه منعدمة. مياه الشرب عملة نادرة. يقوم السكان بشرب مياه الأمطار اعتمادا على البرك المائية التي تجتمع فيها مخلفات الأمطار. أما نزنس أزين سيردي عبان أزين سيردي من دي أزين سيرد كوشي الدوري وثي ونزار لن تغيما يمدين واللي انت فمانش واللي انت فمسن سيرد. أناس يفترشون الأرض العارية، يعيشون تحت أكوام من الحجارة تعلوها الأكياس البلاستيكية. في أقصى المسكن أفرشة بالية، وبالقرب منها أدوات طبخ بدائية. أطفال يصابون بأمراض يجهلون أصلها، وأباء عاجزون لا يعرفون ما يفعلون. 50 عام أيضا الدور غنخدم أين تتمرج ما ينس والأشياء اللي خدمت ورت اللي مثل سوريا زي ضمتوت نجمة. تجاوزنا مرتفعا صخريا بدت لنا مجموعة من المساكن المتناثرة. دعتنا فاطمة لزيارة كوخها. وجوه الجميع هنا تبدو شاحبة، وتعابير ملامحهم تحكي ألف حكاية عن معاناة طالت لسنوات. يقتاتون من الشعير المدقوق ويعدون منه الخبز. جرات انتي معذر يبس انت لاي الزروي قضبي بنا ولي قدي معذر انتي خصي ما يغيه سعاون يوان تشين دول قد درسين غزر اما ان واجو المدرسة واجو اضبي بوري اللي